الشخص الإيجابي يعمل، يبذل، يجتهد، لا يتوقف، لا بد من جهد بدن، لا بد من خطوة إلى الأمام. كل شيء له سبب، سبحان الله. لا بد من عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية، في موضوع مهم حول التغذية في فصل الربيع. لأهمية موضوع التغذية في فصل الربيع وهو أهم الفصول طوال العام، هنا تكمن انطلاقة النحل. لذلك سؤال يطرح نفسه: كم هي الكميات المناسبة التي يجب أن نقدمها للنحل أثناء تقديم المحلول السكري؟ وكم هي الفترة الزمنية المتباعدة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ الرشدي زريقي من فلسطين، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي أبو محمد. أخي أبو محمد، سؤالك أنه مين الأفضل أني أغذي النحل كل يوم كاسة أو كل يوم بعد يوم أغذيهن نصف لتر؟ أنا بدي أجاوبك، لا هذا ولا هذا. أنا دائما يعني بقول أنه على النحال أن يسأل نفسه أربع أسئلة، وأنا هذه الأربع أسئلة بسميها المربع الآمن بالنسبة للنحال. والأربع هذه الأسئلة إنه عندما نقوم بأي نشاط للنحل أن نسأل أنفسنا أربع سؤال، أربع أسئلة، وهي: متى وكيف ولماذا وأين. إذا كان النحال عنده إجابة لهذه الأربع أسئلة فهو في السليم، وإذا ما كان عنده إجابة لهذه الأربع أسئلة فهو ربما يقع في خطأ. وإذا تكلمنا عن التغذية فعلى النحال أن يسأل نفسه: متى أغذي وكيف أغذي وأين أغذي ولماذا نغذي. هذه الأربع أسئلة لابد من أن النحال يجاوب عليهن عندما يفكر في تغذية النحل. فالتغذية عدة أنواع، في عنا تغذية تنشيطية، وفي عنا تغذية ربما نسميها إسعافية، وفي عنا تغذية تخزينية. وكل تغذية من هذه التغذيات تختلف عن الأخرى من حيث الكمية ومن حيث كثافة المحلول السكري. فلو جينا قلنا مثلا أنه أنا بدي أغذي تغذية تنشيطية، فأنا بدي أخذ محلول سكري على هذا النحل وأروح أغذيه بالتغذية بالمحلول السكري لتنشيط النحل ولحث الملكة على البيض. فمجرد ما أنا دخلت المنحل، المنحل عندي رح يكون في عندي خلايا ممكن من 10 إطارات، وفي خلايا ممكن تكون لازالت 3 إطارات أو 4 إطارات. فهل الخلية التي تحتاج في الخلية اللي فيها 10 إطارات هل تحتاج إلى نفس الكمية من التغذية مقارنة بعد مع الخلية اللي فيها 3 إطارات؟ بالطبع هذا بالطبع الجواب يكون لا. فأنا يعني ما بقدر أقول إنه أنا بدي أغذي كل النحل الموجود عندي مثلا نصف لتر، فربما بعض النحل بعض أو بعض الخلايا تحتاج إلى لتر من التغذية وربما لا يكفي هذا اللتر. وكذلك الأمر في بعض الخلايا ربما تحتاج إلى 200 cc أو 200 ml، وربما بعض الخلايا مثلا لا تحتاج إلى تغذية، فربما هيك يعني أحطها بكاسة هيك يعني على الهامش. فلذلك من حيث الكمية، الكمية هاي تعتمد على قوة الخلية وعدد النحل الموجود فيها والحضن الموجود فيها واحتياج هذه الخلية. يعني أنا لما نكون بالفحص ربما نجد أنه في خلية عندنا من 10 إطارات وقوية، لكن تحتاج إلى أو في عندها نقص شديد جدا في المخزون الاستراتيجي، يعني أكلت المخزون وضحكت على المخزون الاستراتيجي وأصبحت تدخل في ما يسمى يعني بداية الجوع. فهذه الخلية ربما نضيف إلها 2 لتر أو 3 لتر من المحلول حتى نعوضها عن التغذية الاستراتيجية اللي هي اتغذت عليها. وربما نجد أنه في بعض الخلايا تحتاج إلى
نصف لتر ربع لتر إلى آخره، فالكمية بتكون يعني تختلف من خلية إلى أخرى. ثم أنه بعض النحالين يعني عندهم مثلا حيازات كبيرة، ممكن يكون عنده 100 150 200 خلية، وربما تكون هذه بعيدة نسبيا عن مكان سكنه. وعلى الغالب يعني معظم النحالين ذوي الحيازات الكبيرة هي مناحلهم بعيدة عن مساكنهم، وبالتالي هذا النحال لن يستطيع أنه يوصل كل يوم إلى منحله. وفي بعض النحالين عندهم موقع أو اثنين أو ثلاثة، وبالتالي ما بيقدر يوصل هذا النحل كل يوم. فلذلك يعني لابد من أنه يكون التغذية هون مدروسة، يعني أنا بدي أغذي اليوم نحلي وربما بدي أغيب عنه 3 أيام أو 4 أيام، أروح على مواقع ثانية والمسافات بينهم بتكون كبيرة. لذلك يعني لابد في هذه الحالة من أن نضيف كميات كبيرة، بحيث أنه يعني أنا أضمن أنه هذه الكمية ربما تستمر في تقديم الاحتياج اللازم لهذه الخلايا لمدة أسبوع. ربما أنه ما أقدر أرجع بعد أسبوع، ربما يتعرض ندخل في منخفضات جوية، ربما ندخل في رياح شديدة إلى آخره، وما نستطيع أن نوصل المنحل، أو ما نقدر نفتح على النحل بسبب الرياح أو بسبب البرد. وبالتالي يعني دائما أنا بدي أقدم للنحل وأخذ بالحسبان ظروف المرعى وظروف الأحوال الجوية، ويعني ربما يعني يصير عند النحال مشكلة في اليوم اللي إذا بده أغذي فيه. يعني إذا اليوم حطيت للنحل كاسة سكر، وثاني يوم يعني ربما يصير عندي ظرف ما أقدر أرجع لمدة يوم أو اثنين أو ثلاثة. إذا لابد من إنه تكون التغذية على الأقل، يعني على الأقل بده النحل يمشي فيها حاله لمدة 2 3 أيام، وربما 4 إذا أنا ما قدرت أوصل منحلي لظرف طارئ. ما بدي أحكي أنا بالظروف العادية، ولكن في عندنا ظروف طارئة أحيانا النحال لا يستطيع أنه يوصل إلى منحله. وبما أنه الآن يعني إحنا بنمر خلينا نقول بالمرحلة التنشيطية في كل الوطن العربي تقريبا، الآن هي تغذية تنشيطية. لذلك لابد من أنها تكون الكمية مدروسة بما يتناسب مع احتياجات كل طائفة على حدة. حتى لو زادت هذه الكمية قليلا، ما في عندنا ما بصير تخزين للعسل في للسكر، لأنه ما في عندنا مواسم، حاليا ما في عندنا مواسم مراعي ولا في عندنا تخزين للعسل. كل هذا السكر اللي أنت تضيفه الآن إلى النحل يتم استهلاكه، وسيتم استهلاك كميات أكبر كمان. يعني النحل سيستهلك السكر اللي أنت بتحطه والسكر والرحيق اللي النحل بيجمعه، و يعني بالمواسم بتكون هذه الكميات اللي أنت أضفتها للنحل كلياتها انتهت، يعني ما ظل منها ولا شيء. يعني ما بخاف النحال في هذه الحالة إنه يكون دخل تغذية سكرية في العسل، خصوصا في هذه الأيام، وخصوصا إنه لازلنا يعني لازلنا إحنا في مرحلة من السنة فيها منخفضات جوية وفيها برد وفيها خصوصا في الليل. وبالتالي يعني لابد من أنه تكون الكميات هذه تتناسب أيضا مع الأحوال الجوية ومع حالة المرعى ومع عدد النحل الموجود في الخلايا. أنا أخونا أبو موسى دائما بقول عينك ميزانك، وبالتالي على النحالين كلهم إنه يكون الواحد عينه ميزانه، حتى نعرف إنه النحل لا زال في أمان، والنحل لا زال في عنده تغذية استراتيجية ممكن إنها تمشيه لمدة أسبوع أو 10 أيام. ممكن المفروض إنه يكون على الأقل عندنا الإطار رقم 1 في الخلية، والإطار الأخير يعني رقم 1 من جهة الخشب، والإطار الأخير لازم يكون في نسبة من التغذية أو الرحيق أو سميها ما شئت، أن تكون في عندنا تقريبا إطارين ممتلئات بالرحيق أو بالتغذية السكرية. هون بنكون إنه النحل يعني في أمان إذا غبنا عنه لمدة أسبوع، أو إذا
صار في أحوال جوية ما بنقدر نشتغل فيها في النحل، إنه يكون هذا النحل في أمان لمدة أسبوع. وفي هذه الحالة يعني بنكون حققنا الهدف من التغذية، إنه النحل ما بدنا إياه يشعر بالجوع ولو لمدة ساعتين. فكل ما كان المخزون الاستراتيجي عندنا متوفر في داخل الخلية، كل ما هذا الموضوع شجع الملكة على البيض، خصوصا انه في هذه الايام، وخص بالذكر هنا منطقة بلاد الشام كلها، وربما العراق ايضا واجزاء من الجزيرة العربية بيكون فيها ازهار وبيكون تدفق حبوب لقاح. فاذا تصادف انه حبوب اللقاح تدخل بكميات كبيرة، والتغذية أو الرحيق يعني برضو بدخل على الخلية بكميات معقولة، هنا تنشط الملكة في وضع البيض، ولا يخشى النحل من تعرض هذه الحضنة الصغيرة إلى الجوع، وبالتالي تستمر الملكة في وضع البيض، وبصير عندنا التجيش اللازم لدخول النحل في للمواسم بجيش كبير من النحل السارح. فهون بدنا نركز برضو على كلمة النحل السارح، أنا ما بدي أدخل الموسم بنحل معظمه نحل حاضن، لأنه إذا كان معظم النحل حاضن بكون كأني ما دخلت الموسم. أما أنا بدي أنشط النحل بوقت مبكر حتى عند دخول المواسم، يعني والمواسم كثير الحمد لله في سوريا وفي فلسطين وكذا، فممكن انه ندخل المواسم هذه بنحل في كميات كبيرة من النحل السارح، وبالتالي ممكن هذا النحل هو اللي بيجمع لي عسل. اما اعداد كبيرة جدا من النحل الحاضن في الخلية وما في عندي نحل سارح، بتصير الموضوع يعني كما يقول المثل، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت. تحياتي لك واحتراماتي للجميع.